بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز الجرير، المشرف العام لمبادرة قافلتي. احنا اليوم كنتواجدوا بقاعة الاجتماعات بجامعة عين زكان في إطار تنظيم ملتقى التطوع في دورته الأولى اللي كتنظم مبادرة قافلتي بشراكة مع مجلس عمالة عين زكان يتملول، يعني تحت شعار تعزيز ثقافة التطوع وترسيخه كممارسة مجتمعية. يعني الهدف من هذا اللقاء هذا يعني باش نجمعوا جميع الفعاليات، جميع الجمعيات يعني اللي كيشتغلوا في المجال التطوعي وفي المجال ديال الاعمال الاجتماعيه، يعني باش نتناقشوا ونتبادلوا التجارب ونتبادلوا تبادلوا الخبرات فيما بيننا، وكذلك يعني باش نوقفوا على مجموعة المستجدات يعني اللي كاينه التي جاء بها دستور 2011 ومن بينها يعني القوانين المنظمه للتطوع في بلادنا. وكذلك يعني كما قلت يعني باش نخلقوا واحد فضاء للتواصل بين هذه الجمعيات هذو، يعني باش نردوا الاعتبار للمتطوع والسفراء التطوع يعني على صعيد الجهه وعلى الصعيد الوطني. ومن المنبر يعني كنوجه شهاده شكر وتقدير يعني لجميع المشاركين اللي حضروا معنا وجميع الفعاليات وجميع الجمعيات، وكنشكر كذلك جميع المنابر الاعلاميه اللي واكبت هذا الملتقى هذا، وان شاء الله يعني كنضربوا لكم موعد مع ملتقى التطوع في دورته الثانيه العام الجاي ان شاء الله، يعني بافكار جديده يعني برمجه جديده ان شاء الله. وكنشكر يعني جميع سفراء التطوع على صعيد الجهه وعلى الصعيد الوطني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. التطوع التعاقدي نرجع الى التقصير في خصوص مسوده القانون الذي هو الان قيد النقاش في اطار حوار دخلتنا حول التنصيص القانوني للعمل التطوعي بالمغرب. كانت تتمحور حول دراسة المسودة المتعلقة بالقانون التنظيمي أو عفوا بالقانون والتشريع المتعلق بالعمل التطوعي بالمغرب، والتي تداولها الحوار الوطني حول المجتمع المدني. طبعا هي خطوة نتيجة مطالبة العديد من المجتمعات من هيئات المجتمع المدني ومؤسساته إلى ضرورة مؤسسة العمل التطوعي، لأنه أصبح عملا مهما، عملا لا بد من تقنينه ولا بد من تحديده العقد النموذجي الذي يتخذ بخصوصه، لنفصل بين أن هناك عمل تطوعي تلقائي وعمل تطوعي تعاقدي يلزم لكلا الطرفين في إنجاز هذا العمل التطوعي ما بين الجمعي والمتطوع داخل مدة معينة، ومدى تمديد هذه المدة، وما هو شكل هذا العقد، إضافة إلى من هي الجهة التي تتدخل في حالة وجود نزاع بين المتطوع وما بين الهيئة أو الجمعية أو غير ذلك. العمل التطوعي هو عمل مهم في المغرب. المغرب بطبيعة الحال ثقافة التطوع ثقافة متأصلة فيه. أول عمل تطوعي حتى قبل صدور قانون الحرية العامة هو تطوع في إطار إنشاء طريق الوحدة الذي تطوع فيه المغفور الحسن الثاني حينما كان وليا العهد إلى جانب تلة من شباب المغرب ونسائه في إخراج هذه الطريق التي تربط قرى ومناطق معينة لم تصلها بعد البنية الطرقية، فكان عملا جبارا حقيقة. عمل ثاني كذلك كان له أثر كبير على المغاربة وأثر كبير إلى حد الآن على المستوى الدوري هو التطوع من أجل المسيرة الخضراء. المغاربة كلهم تطوعوا من أجل استكمال وحدتهم الوطنية. هذه أمور مهمة تجعل العمل التطوعي كذلك عملا مترسخا. هناك متطوعون في حالة حضور كوارث، هناك من الناس الذين تطوعوا لفك العزلة عن بعض المناطق التي عرفت انخفاضا مهما في درجة الحرارة، إلى جانب هيئات إدارية أو عسكرية أو مدنية أو غير ذلك. ما نريد أن نقوله أنه حان الأوان إلى مؤسسة العمل التطوعي بما يضمن استمرار هذا العمل ونجاعة هذا العمل، وبما يلقى به إلى مستوى التطلعات الذي أسس لها دستور 2011 إلى حين طبعا تعديل قانون متعلق بالحريات العامة خاصة المتعلق بالجمعيات، وجعل الجمعيات تحظى بأهمية كبيرة في إطار ما تقوم به من ديمقراطية تشاركية في مجال الإعلام، وبالضبط دور الإعلام في إشعاع أنشطة الجمعيات في المشاكل التي تعاني منها. وأكيد أنه حضر معنا ويحضر معنا ضيف عنده احتكاك كبير بالجمعيات، ربما أغلب الجمعيات التي كتشقى على مستوى جهات تتمسى تستقبلها في برنامجه الشيق وبرنامجه الذي يبقى دائما برنامجا ممتعا، والخدمات اللي كيقدمها لكافه الجمعيات كتبقى خدمات اللي هي جليله. الاستاذ
علي سلام. اليوم صراحة كان عرض زوين في الحقيقة، لأن هضرنا على واحد الحاجة اللي هي تطوع، وهذا التطوع ملي كنهضروا عليه كنقولوا شي حاجة اللي كل واحد فينا كيعيشها في الكوتيديان ديالو، في اليومي ديالو، ولكن في اليومي ديالو. ولكن المشكل فين كاين هو أنه هاد الناس كيديروا حوايج مزيانين كبار إلى غير ذلك، ولكن حتى شي واحد ما كيسيق لهم الأخبار. هنا كيكون كيغيبوا الإعلام ربما في الاستراتيجي ديالهم، وهنا كنناشد الجمعيات وكنناشد المتطوعين فين ما كانوا أنه يكون في الأجندة ديالهم الإعلام، لأن كما قلت إلا كديروا نشاط كبير وخسرتوا عليه مزيان من الوقت ديالكم، من الجهد ديالكم، المال ديالكم، وما سوقتوش الإعلام بحال كتشطحوا في الظلام. إذا هنا كنناشد هذه الجمعيات والمتطوعين كلهم باش يحاولوا يكون تواصل مع الإعلام، ويكون عندهم باز دو دوني ولا قاعدة بيانات باش يتواصلوا مع الإعلام بطبيعة الحال، سواء كان إعلام رسمي وطني ولا كان إعلام جهوي ولا محلي ولا إعلام القرم بطبيعة الحال. لا يكفي استغلال مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب بطبيعة الحال لإيصال هذه الأنشطة، ماشي كافي يعني، لأن كيكون غياب الموضوعية كتكون بزاف ديال الحوايج، وبالتالي هذا هو يعني موضوع ديال العرض ديالي هو الإعلام بطبيعة الحال والعمل التطوعي اللي قلنا لا يمكن الحديث عن المنجزات دون الحديث عن دور الإعلام في هذا الصدد لإيصاله للمتلقي. العمل التطوعي هو سلوك، هو تربية. إذا كيف هذه التربية اللي كنتكلم على التربية، كنتكلم على الأسرة، كنتكلم على المؤسسات اللي تتكمل الأسرة. إذا ما يمكنش أنني نتكلم على عمل تطوعي في وجود مثلا أسر اللي هي مفككة. أنا عبد الرحيم عنبي، أستاذ باحث في علم الاجتماع بجامعة بن زهر. أنا اليوم في هذا الملتقى اللي هو ملتقى حول قافلة التطوع، وغادي أو تكلمت على أهمية التطوع في الحياة ديال الإنسان، ولكن هنا أصلت له من خلال واحد ثلاثة النقاط اللي مهمين. أولا حاولت نتكلم على التطوع في الثقافة ديال المغرب، الثقافة التقليدية بطبيعة الحال، ومن بعد ذلك حاولت نشوف التطوع في الجانب ديالو كفلسفة في الحياة، وكيفاش كيعطي هذا التطوع واحد القيمة للإنسان. وبعد ذلك حاولت نعطي شنو هي المزايا ديال التطوع، بحيث انه كيحاول يجدد النشاط ديال الانسان، كيجدد القدرات ديال الشباب، كيجدد واحد العدد من القدرات او الطاقات ديال الانسان. ولكن ربط التطوع في علاقته بالرابط الاجتماعي، لان التطوع هو كيأسس او كيعيد ينتج الرابط الاجتماعي في المجتمع. وسائل الاعلام في اي بيئه مجتمعيه تحدد بالاثر الذي تستطيع ان تحدده فيه، فان مناقشه دور وسائل الاعلام في نشاط ثقافه الدعم التطوعي تنطلق من اهم هذه الاهميه. معكم أستاذة فتحة وموليد، عضوة بمركز نجاح والتنمية فرع قدير. اليوم مثلت المركز ديالنا في ملتقى التطوع، والتدخل ديالي كان حول أهمية التكوين لأفراد المتطوعين داخل المؤسسات، سواء الجمعيات أو غير الجمعيات، لكي يؤدي إلى تطوير وبقاء هذه المؤسسات وإلى جودتها، والأهمية اللي خص الدولة تهتم بها اللي ألا وهو التكوين والتدريب. لأننا حنايا في مجال التطوع كنهضروا على أفراد، وهاد الأفراد إلا ما كانوش عندهم مؤهلات نفسية وذهنية وحتى علمية باش أنهم يستمروا في هذا الجانب، هذا في ظل هاد العالم اللي ولينا كنشوفوا فيه مجموعة من التحديات، مجموعة من الضغوطات، فأكيد سيصعب الاستمرار، وأكيد سنسمع عن التطوع أنه أصبح شيء صعب، وأن الأغلب الشباب يعزفون عن التطوع بسبب هذه المشاكل التي قد تبدو للبعض بأنها غير مهمة، لكن نراها نحن في مركزنا بأنها هي الأساس، ثم هي الأساس، وثم هي الأساس، لأن بالعقل نبنى ونبني حضارة الإنسان.